يوم سعيد وجميل عشناه في بيت الحكمة بحضور أخواني الشيوخ الأخ صقر محمد القاسمي، الشيخ مايد بن سلطان القاسمي، الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي. حضورهم أفرحنا كثيرا في الاحتفال بإطلاق برنامج الحكم. هذا البرنامج إن شاء الله بيعزز العمل الإداري عندنا في المجلس، العمل الإداري والمالي، وبيرفع من كفاءة الأداء. نظام حوكمة طريقة احترافية، وأجمل ما في هذا النظام أن تم إعداده من قبل أبناء وبنات إمارة الشارجة وكل من ساهم معنا في أخراج المشروع هذا بهاي الصورة الجميلة. فأكرر شكري وتقديري وعظيم امتناني لكل من شارك في إطلاق هذا البرنامج.